وجد في نفس مع جانب مالي يعني مادي تحفيز. ايه تحفيز فاجتمعت كلها. هذا ايه قول ايه تعالى الشيخ صالح الله يرحمه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه مش بعد والموعظه الحسنه. الشيخ استخدم اسلوب الحكمه الذي استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس الذين ياتون عصاته، مو زي اخونا الله يغفر له ويوفقه بقراءته هو يغني يعني كذا بصوت يعني. الرسول كان ياتي انسان مخمور يقول لا تعين الشيطان على صاحبكم اني اشهد انه يحب الله ورسوله. الله هو جاي مخمور في البخاري والرسول حط شهادته للرجل قال اني اشهد انه يحب الله ورسوله. الشيخ صالح مودي الله يرحمه انا عشرته مو سنه ولا سنتين ولا خمس ولا عشر، انا والشيخ خالد والشيخ حسن فوق 25 سنه وانا معاشره. فعلا كان يستخدم رحمه الله اسلوب في المدارس زي كذا المداعبه والهدوء وعدم التضجر. انتم معي وعدم التضجر من الشخص. هذا شوف الان الشيخ يصلي ويأم الناس صح ويصلي وراه مئات صح يا دكتور ميزان الحسنات من والشيخ بقبره صح مودي الله يرحمه. وهالرجال الان يأم الناس رمضان العام وقبره الان. الشيخ كم سنه لو ميت يا شيخ خالد؟ ست سنوات قرابه ست سنوات او خمس سنوات زايد. عطيه مسجده يمتلئ على فكره اصلي عنده احيانا ويختم أيه. كل هالقراءه في ان شاء الله في ميزان الحسنات زي الشيخ صالح. الان سيكون امام زايد عطيه في مكه المكرمه على فكره ما شاء الله قال لي قبل البارح. طيب في مكه المكرمه في مسجد لا راح يكون له امام راح يكون امام في جامع العطير في مكه. طيب ما شاء الله. واليوم انا والشيخ حسن مفطرين مع ناس اليوم واحد مسؤول سمعت ايش يقول الشيخ. الشيخ اليوم يقول الله يرحمه كنتم مع بعض وفعلا وكان الله نفع بكم وصارت كلام تاريخي انا والشيخ صالح من عام 1913 من 93 تقريبا 91 يعني حوالي 27 سنة. أقول مثل ما قال الدكتور خالد حكمة الشيخ صالح وهدوءه مع الشاب الطيب جعله الآن ما شاء الله الله يوفقه ما شاء الله تبارك الله. طيب وائل خواجين بيك تشاركنا الآن الجمعية أرسلوا لي بعض من التبرعات أهل الخير هنا 150 من أم إلياس إلى الوالد والوالدة وإخواني وأختي وأبي